أليس هذا غلامك يا سيد قريش؟ إنه يتجه إلينا. ما به يجري وكأن الجن تطارده. سيدي أبا طالب، على مهلك على مهلك، ماذا وراءك يا غلام؟ سيدي أبا طالب، حدث أمر عظيم، إنها زوجك داخل الكعبة. تكلم بوضوح يا غلام، ما هذا الذي تقوله؟ لقد سيدتي دخلت الكعبة وهي تريد أن تلد داخل الكعبة، وانفتح لها الجدار. ما هذا الذي تهذي به يا غلام؟ دعونا نرى ما الأمر، فلنذهب من هنا. ماذا حدث يا جارية؟ وما هذا التصدق في الجدار؟ خرجنا مع سيدتي فاطمة بنت أسد في الصباح الباكر كالعادة، ومررنا بالبيت العتيق. بعد ذلك أخذت طلق سيدتي، فرأيتها تمسكت بستار الكعبة وسمعتها تقول: اللهم إني ربي ربي إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. آه يا رب. عندها هرعنا لنجدتها، وبينما نحن كذلك حصل أمر عظيم، فقد سمعنا صوتا يشبه الهتمة، وكركعة ككركعة الحيطان، وضوءا شديدا انبثق من جدار الكعبة. أجبرنا على الوقوف والتسمر في أماكننا عجبا وخوفا منها. وبعدها أسرعت بإرسال الغلام إليك ليبلغك بما حصل. هل عالجتم الباب؟ لم تفتح يا سيد قريش، فقد كللنا من المحاولات بشتى السبل. ومصيبتا، بعدك يا سيدتا. لا تحزني يا ابنتي، فإنها في ضيافة الله رب هذا البيت، فلا نملك شيئا سوى الدعاء بأن يرأف بها، فهو حسبنا وإليه الأمر. واستمر أبو طالب بالحضور يومياً إلى الكعبة
منتظرا أي بادرة تريح قلبه وتطمئنه على زوجته ووليدها. وبعد 3 أيام كان سيد قريش جالسا قرب مقام جده إبراهيم الخليل متأملا وعيناه لا تفارقان الكعبة المشرفة. راوده شعور غريب بأن شيئا ما على وشك الحدوث. رحماك يا رب البيت، تلطف بنا. يا للبشرى، الحمد لله، أهلا بعودتك يا زوجتي الغالية. هاك يا أبا طالب ولدك المبارك علي، فوالله فوالله إن له مقاما عظيما عند الله، فقد أولدنه خير النساء في أقدس بقعة مباركة لم يسبقه لها أحد، ولن تكون لأحد بعده. وهكذا ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أطهر بقعة في 13 من شهر رجب 23 قبل الهجرة.